اوكي، يعطيكم العافيه صبايا. هذا الباور بوينت هو راح راجع فيه، هو درس الانرجي راح راجع اللي كنا شرحناه بالصف، وراح كمل وبرجع بحط لكم ورك شيت على الدرس كله. مثل ما اتفقنا نحن انه الانرجي هي الابيليتي تو دو ورك، يعني انا اذا عندي انرجي بقدر احمل الطاوله، بقدر امشي. اذا ما عندي انرجي ما فيني اعمل شيء. انواع الانرجي هي الكيميكال انرجي مثل ما اتفقنا، اللي هي بتتجسد بالبونس اللي بيربط الاتوم ببعضهم البعض، مثل الانرجي اللي مخبيه بقلب الباتري. الكتريك انرجي هي الانرجي اللي بتعطيها البطاريه، يعني بدك تميزي بين انرجي بقلب البطاريه وانرجي عم تعطيها البطاريه. راديانت انرجي مثل اللايت. نيوكليير انرجي مثل الانرجي اللي بتنتج عن اي انفجار نووي او شيء. كاينتيك انرجي لها علاقه بالموشن. جرافيتيشنال بوتنشال انرجي لها علاقه بريفرنس معين، هول الاثنين الخمسه والسته رح نشرحهم بعد شوي. الاستيك بوتنشال انرجي لها علاقه بالسبرينج. هلا كل الانرجيز الاس اي يونت اللي لهم هن الجول، رح نبلش نحكي نحن الانرجيز اللي بدنا هن بدرسنا هن كاينتيك انرجي، جرافيتيشنال بوتنشال انرجي، الاستيك ما بتجي، في شيء اسمه ميكانيكال. كاينتيك انرجي هي لها علاقه بموشن وسبيد، يعني اذا عندي اوبجكت عم بيمشي بيكون عنده كاينتيك انرجي، اذا اوبجكت مش عم يمشي ما عنده كاينتيك انرجي. سمبلي الكاينتيك انرجي بتكون هي نص ضرب وزنه الاس اي يونت كيلوغرام ضرب سبيد سكوير. اكيد اذا كان عندك اياها بالجرام بتحولي لكيلوغرام، وإذا سبيد كان عندك هي الأس أي يونت للسبيد هي متر بير سكند، إذا كان عندك إياها بالكيلومتر بير أور بدك تحوليها لمتر بير سكند. أوكي، يعني بس قصة تعويض. وأكيد اليونت للكاينتيك إنرجي هي الجول. جراديشنال بوتنشال إنرجي لها علاقة بريفرنس محدد أنا بعطيك إياه. أوكي، يعني مثلا إذا بتطلعي بالرسم هيدا الريفرنس، على طول قاعدة الجرافيتيشنال بوتنشال إنرجي هي الماس ضرب الجي اللي هي العشرة ضرب الهايت ارتفاعه عن الريفرنس. في حال كنت فوق الريفرنس بلس على الريفرنس زيرو، تحت الريفرنس ماينس. ميكانيكال انرجي هي سمبلي كاينتيك انرجي زائد جي بي اي. اوكي، يعني سوري، ميكانيكال انرجي سمبلي جي بي اي اللي جرافيتيشنال بوتنشال انرجي زائد الكاينتيك انرجي. هلا يعني اذا عندي اوبجكت عم بيمشي مثل الاكزامبل اللي اعطيتكم اياه بالصف، بتشوفي بكل لحظه شو الجي بي اي اللي له وشو الكاينتيك، وبجمعهم بيطلع عندي الميكانيكال انرجي. هلا القسم الثاني من الدرس هو ورك دون باي سيرتن فورس. نحن بالحياه العاديه اذا عندي اوبجكت، مثلا اذا بتطلعي بالرسمه، اذا عندي اوبجكت مشي من اي لبي بقول انه انا عملت عليه ورك. نحن بالفيزياء ما بنقول هيك، بنقول في ورك عم تعمله كل فورس، يعني انا بيجي بتطلع من الاي للبي، مين من الفورسز اللي عم يشتغلوا على الاوبجكت، بحسب الورك لكل فورس. لنفترض عندي الفورس اف هي وحده منهم، اوكي؟ بيطلع عندي الورك دون باي فورس اف هي سمبلي القاعده ما رح نستخدمها، هيدي القاعده ما رح نستعملها، هي اف دوت اي بي، يعني هي اذا انا عندي من الاي للبي في كثير فورسز، وحده منهم الاف. إذا بدي أجي أحسب الورك دون باي ذس اف، هي سمبلي قيمة الاف، قد إيه قيمتها؟ 5 6 7 نيوتن ضرب طول الاي بي ضرب كوساين ثيتا الانجل بيناتهم، أوكي؟ نحن ما رح نستخدمهم هودي، رح نحن وي ار انترستد بس بين اثنين. ورك دون باي فريكشن، مثل ما بتعرفي الفريكشن هي فورس اوبوزز ذا موشن، يعني إذا الأوبجكت عم يمشي من اي لبي، الفريكشن اللي هي هيدا اليلو فيكتور بتكون لورا. بتقول القاعدة الورك دون باي فريكشن هو على طول نيجاتيف، يعني ماينس قيمة الاف مضروبة بالاي بي، يعني قيمة الاف 5 نيوتن 6 نيوتن مضروبة بالاي بي. هلا ورك دون باي ويت هي سمبلي نحن بدنا، يعني هيدي القاعدة ما رح نستخدمها، رح نستخدم ورك دون باي فريكشن، ورك دون باي ويت. ورك دون باي ويت إذا أنا عندي أوبجكت رايح من A ل B، A على ارتفاع اتش انيشال من الريفرنس، B على ارتفاع اتش فاينل، سمبلي بتكون الورك دون باي ويت اللي هو وزنه ضرب G ضرب اتش انيشال اللي هي اتش A ماينس اتش فاينل، ممنوع نقلبهم لأنه بيفرقوا كثير. فإذا نحن يعني بالامتحان أنا بس بسألك عن ورك دون باي فريكشن وعن ورك دون باي ويت، وكل الأرقام بيكون معك إياها. هلا نوت، نحن إذا كان عندنا أوبجكت ماشي من A ل B، كل شيء دلتا هو فاينل ماينس انيشال، يعني كل شيء دلتا، مثلا دلتا جي بي اي هي جي بي اي فاينل ماينس جي بي اي انيشال، دلتا كاينتيك هي كاينتيك فاينل ماينس كاينتيك انيشال، سو هي ام جي اتش فاينل ماينس ام جي اتش انيشال، مظبوط؟ طيب اذا بيجي باخذ ام جي كومون بتطلع ام جي اتش فاينل ماينس اتش انيشال، اوكي؟ هون لازم يكون في عندي ماينس، اوكي؟ فبيجي بتطلع اذا بتقارني هيدي اللي هي ام جي اتش فاينل مع ام اتش انيشال مع هيدي ام جي اتش انيشال ماينس اتش فاينل، ما بيطلعوا ماينس ايتش اذر، فعلى طول انا جي بي اي اللي هي فاينل ماينس انيشال هي ماينس ورك دون باي ويت. بتقولي لي شو بستعملها؟ مثلا بيجي بقول لك اذا الورك دون باي ويت هي 5 جول، شو الدلتا جي بي اي هي ماينس، اوكي؟ طيب
الهودين اللي بيجوا بالامتحان law of conservation and non law of conservation and law of non conservation of mechanical energy. law of conservation إذا أنا عندي object رايح من A ل B such that على الطريق ما في friction وما في air resistance, ما في لا friction ولا air resistance, معناته ميكانيكال على A بتساوي ميكانيكال على B. هيدا law of conservation. يعني إذا طلعت معك ميكانيكال على A 5 لازم تطلع ميكانيكال على B 5 ستة ستة, حتى على الطريق لازم تكون قيمتها ثابتة. هيدي إذا ما في فريكشن ولا اير ريزيستنس. يعني إذا أنا قيمة الـ A بتساوي قيمة الـ B, دلتا ميكانيكال هي ميكانيكال فاينل ماينس ميكانيكال انيشال, شو لازم تطلع؟ لازم قيمتها زيرو. كلير؟ فإذا مثل عندي فري فول, عندي أوبجكت وقع من A ل B ما في اير ريزيستنس, إذا طلعت ميكانيكال على A 5 لازم تطلع ميكانيكال على B 5. بس ميكانيكال على A هي كاينتك زائد جي بي, وميكانيكال على B هي كاينتك زائد جي بي, بس ما أنا ونازلة جي بي إي عم بتقل, فلحتى يضل جمعهم خمسة لازم كاينتك انرجي تزيد لحتى يضل جمعهم خمسة. كلير؟ طيب law of non conservation of mechanical energy, إذا أنا عندي object ماشي من A ل B بس such that في friction أو في air resistance, معناته بهالحالة دلتا ميكانيكال هي ميكانيكال final minus ميكانيكال initial بتساوي ال work done by friction, وما تنسي ال work done by friction minus F ضرب ال A B. أوكي؟ ما ننسى هاي الشغلة. طيب هلا the decrease in mechanical energy result in thermal. هلا طيب بتيجي بتقولي لي طب مس وين راحت خساره الميكانيكال انرجي؟ يعني انا باللو اوف نون كونزرفيشن ممكن يكون عندي الميكانيكال على A 5 ميكانيكال على B 4 مثلا, هيدا ال 1 جول وين راح؟ ببين كهيت. هيدي الهيت او الثيرمال انرجي برمز لك يو هي ابسوليوت فاليو للدلتا ميكانيكال الو او الورك دون باي فريكشن. اوكي؟ هلا ايمتى بتكون عندي سبيد لاوبجكت زيرو؟ اذا عندي اوبجكت عم يطلع طلوع such that vertically upward motion, كان على A صار على B, اعلى نقطه بيوصل لها بتكون سبيد عليها زيرو. اما اذا عندي اوبجكت ماشي بروجكتايل يعني مايل, اعلى نقطه بيوصل لها بتكون سبيد عليها زيرو, بتكون مش زيرو. فاذا بننتبه اذا عندي اوبجكت طالع vertically upward اعلى نقطه بيوصل لها هي زيرو سبيد لها. اذا عندي اوبجكت هيدا الاوبجكت طالع بروجكتايل, بروجكتايل اعلى نقطه سبيد ما بتكون زيرو. اوكي؟ بالبروجكتايل اعلى نقطه ما بتكون زيرو. اذا عندي اوبجكت طالع على انكلايند بلين, هيدا بقولوا له انكلايند بلين المايل, اذا طالع طلوع اعلى نقطه بيوصل لها هي زيرو. اوكي؟ طبعا اهم شغله تركزيها عليها لو اوبزرفيشن, لو اوبزرفيشن طبقيهم والكيسز. اوكي؟